بالذات كديري لاباس ملي ربي تكون اموركم كلها كلها مزيانه ويدخلكم ان شاء الله هذا العيد بالرزق والتيسير وباش ما كتمنوا. جيت اليوم نصايب لكم واحد الحلوه كتجي رائعه كتجي رائعه وهشيشه وكتذوب في الفرن ويعني بلا طابع بلا والو. هانتوما غتبعوا معايا المراحل وغتشوفوا غنبدا على بركه الله المقادير. هنا عندنا هذا 250 غرام ديال المارغرين، عندنا هنايا كاس ديال العنبه ديال السكر بلاصي، كاس ديال الزيت، عندنا بيضه، عندنا معلقه ديال النشا. غادي نحتاجو هنا باش يعني باش ننكهوها غادي نديرو فلون ديال الكراميل، وغادي عندنا هنايا خماره غادي نحتاجو خماره. غادي نشدو الزبده ديالنا غادي نعركوها واحد الشويه وتكون لينه، تخرجها من قبل اللي كانت في الثلاجه خرجها من قبل باش ما تمحنكش في الصالي. ملي كنتي بان ليكم غادي نزيدو عليها واحد شويه ديال القبصه ديال الملح الحبش كتعدل لينا الذوق، عندنا قبيصه ديال الملح نخلطوهم وغادي نشربو واحد الشويه مباشره. ديالنا ديال السكر كلاصي ونخلطو مزيان تيولي لينا بحال شي بوماد. عاد غادي نزيدو المكونات الاخرى بشويه بشويه. هنا عندي 100 غرام ديال السكر الثقيل اللي كيبغي العبار بالغرام، كاس ديال العنبه غادي نخلطو مزيان حتى ينسجمو لينا العناصر كاملين. اللي عندها اضطراب اليدوي يعني ما تبغيش تدير ولا العجانه ديرها في العجانه. بحال هكا دخلنا داك السكر مع الزبدة، غادي نضيفو كاس ديال الزيت. البنات إلا كنتي غادي دي إلا عندك الزبدة ديال البواطا ديري غير نص كاس ديال الزيت، أو تا إلا كنت عندك الزبدة ديال العبار هادي الزبدة ديال الحلوة يعني مارغرينة ديال الحلوة كنديرو كاس ديال الزيت. إلا عندك ديال البواطا كديري غير النص حيت كتكون ميدمة كديري غير نص ديال كاس ديال الزيت، ولا عندك حتى ديال العبار كديري غير نص يعني كديري غير نص الكميه ديال الزيت حتى تكون ميه دما. غادي نبقاو حتى غادي نمزجو هاد الكل المكونات مزيان ديال الزيت والزبده ونخلطو مزيان البنات حتى كيتمزجو المكونات يعني حتى كيتخلطو لينا مزيان الزبدة والزيت. عاد كنضيفو البيض، ما نضيفوش البيض دابا، إلا ضفنا البيض دابا كيتقطع لينا بحال هكا. من بعد ما تخلط لينا الزيت والزبدة غادي نضيفو يعني البيض ديالنا ونخلطو مزيان. وغنبداو نضيفو مكونات أخرى جبنا سكريمية غنضيفو عندنا النكهة ديال الكراميل
يقول لك اسمعوا اي كخره ضيفوها بحال الكاجا الشوكولات ولا ديروها كي بغيتي الكاجا الفرايز ديرها ديالنا تعطى واحد المذاق رائع. كي بحال هكا غادي نزيدو معلقه ديال النشا معلقه مع مرش ديال الكاكاو يهرسنا اللون ديال العجين يجينا بحال لون ديال الكراميل نهرسو غير اللون اللي غادي نزيدو الدقيق راه ماغاديش يبقى اللون ديالو بحال هكا باش يهرس لينا اللون الابيض ديال العجين البنات انا جبت الدقيق وغادي نبدا نضيف بشويه بشويه ماغاديش نضيف الدقيق دقه واحده ضروري البنات الدقيق ما تضيفوش دقه واحده يعني بشويه بشويه وتجينا هاد العجينه تجينا لينه ما تجيناش يعني قاصحه باش ما تجيناش الحلوه ديالنا متقصه وحده وحده من الدقيق ما يكونش يعني الدقيق ما يكونش دقه واحده وملي كنكون كنضيفوا الدقيق نضيفوا معاه الخماره يعني ديما الخماره كنخليوها مع الدقيق ديالنا يعني خماره وحده اللي كنحتاجو فيها درت هنا كما قلت البنات العجينه تكون رهيفه معنا باش ما تجيناش متقصه الحلوه ديالنا كون ما كانت العجينه قاصحه وكون ما كتجيك الحلوه يعني ماشي مجعبه من الداخل كتجي قاصحه وكتجي متقصه البنات انا غادي نجمع العجين وغادي نرجع معكم ملي كنوصلوا هاد المرحله ملي كتجمعنا العجينه كغادي نزيد هاد دي بيبي دو شوكولا الا انت عندك هذاك الفيرميسيل ديريه يعني حتى المرحله ملي كتجمع العجينه عاد كنزيدو وبنات ما كنعركوش يعني ما كن نديروش يعني غير كنضربو غير بشويه بشويه غير بشويه بشويه كندخلو داك الشكلاط ديالنا فهاد العجينه كامله انا هاد بيبيتو شوكولا راه كان عندي في الفريغو يعني ديما هذاك الفيرميسيل ولا هذا ديما خليه في الفريغو وزيديه ملي تيكون الدقيق يعني ما تزيديهش هو بوحديتو هاد النوع ديال الحلويات كيعجبو الدراري الصغار بزاف تيكون فيهم الشوكولاط تيكون فيهم هاد بيبيتو شوكولا وشي يعني كيعجبوهم الدراري الصغار هاد النوع ديال الحلويات وكتكون بحال هكا البنات بحال هكا يعني كتكون رطبه كتكون يعني رطبه باش كتجيك من الداخل يعني مهويه وكتجيك رطبه وما كتجيكش متقصه البنات حنا غدابا هي وجدنا العجينه غندوزو للمرحله ديال التشكيل ديالها البنات غنشدو العجينه ديالنا اللي صايبت معكم يعني فوق سطح العمل غنشدوهم غادي نحبلوهم البنات غندير منهم حرابل بحال هكا نتمنى تكونوا كتشوفوا العجينه كتكون طريه يا البنات هانتوما كما كتشوفوا يعني كما قلت لكم يعني ما نقصحوهاش تجينا العجينه طريه غنديرهم على هذا الشكل كما قلت لكم هذه الحلوه ما كتحتاجش لنا لا طابع لا والو واللي بغى يديرها بالطابع يديرها يعني ليه حريه الاختيار هذه بلا طابع بلا حتى حاجه هذا الحرب والبيوت غلضوه ويطرقوه يعني على حسب الاختيار ديال كل واحد على كل سيده على حسب شنو بغات يعني انا ما غاديش نغلضو بزاف يعني غادي نحاول نديرو بين وبين وبين باش يجي حتى في المنظر ديالو الشكل ديالو زوين حيت هنايا راه فيه خماره يعني ضروري غادي يتزاد ليه غادي يضاعف الحجم الناس احنا غادي نقطعو هذا الحربول ديالنا يعني بشويه بشويه شوف البنات
كنقطعوه يعني يعني الجهد اللي بغيتو نتوما يعني بغيتي الحلو بغيتي يعني الحلوه ديك تكون كبيره صغيره ونقطع عند عد هذا القياس هذا قد هكا البنات وانتيا كتجيبيه بحال هكا هنايا وكتقطعي باش يجيك عبار واحد بحال هكا نبقاو غاديين بحال هكا تنجيبو يعني عفوا باش كنجيبو كاع العبارات قياس واحد بحال هكا البنات نجيبو العبارات قياس واحد ونستفو في الطاوة ديالنا كنقادوهم البنات شويه باش يجينا يعني قياس واحد وعبار واحد ضروري ما يعني نصيبهم نفينيهم بيدينا باش يجيونا كلشي بحال بحال كلشي هو هذاك غادي نخليه يعني باش نشد عليه العبار بحال هكا بغيتو ديروه البنات يعني بحال الغريبه بغيتو يعني تيبقى الشكل كيما بغيتو نتوما يعني تيبقى كيما تشكلوها يعني كيما بغيتو انا عندي جاتني سهله يعني دغيا كتقطعيه وكتحطيه ما كتاخذش منك يعني بزاف ديال الوقت هما كيتجيونا هكا في الطاوة يعني بحال هكا كتبقاي غير كتعمر الطاوة ديالك العجينة دي هنا ها هي يعني غادي نبقى بحال هكا حتى غنكمل يعني يعني جميع العجينة اللي عندي كما تقول البنات راها ما كتلصقش يعني تشكليها كما بغيتي يعني الا بغيتي تشكليها بالطوابع ديريها بين جوج بلاستيكات وتخدمي نورمال كما تجدنا هذه الطريقه هذه سهله وسريعه وما كتشدش يعني بزاف ديال الوقت وبخاتيك هذه البنات النكهه ديال الكراميل كت يعني طالعه من هذه الحلوه هذه يعني فنه نسيت نقول لكم واحد المعلومه البنات يعني اللي عند هذاك الكراميل الكبير هذاك اللي تيكون فيه داك اللي تيكون بالسكر تنقص الكميه ديال السكر اللي درنا باش ما يجيهاش حلو بزاف الناس غنبقى بحال هكا ونكمل كاع الطاوه اللي عندي والحرابل كاع اللي عندي وهو نتوما معايا ملي نسالي الطاوه وندخلها للفران غادي الفران ديما البنات تيكون يعني سخون من قبل ملي كندخلوا ليه الحلوه ديالنا كنقصوا عليه وتنخليوها طيب على خاطرها باش طيبنا من الداخل البنات انا دابا غادي نصايب معكم الكراميل فاش غادي نطفي هذيك الحلوه ديالي اللي صرت معكم عندي هنا كاس ديال السكر كاس ديال السكر سنينه غادي نخليوه البنات حتى يذوب راسو يعني ما غاديش نقيسوه ما حتى شي حاجه حتى غادي يبدا لينا يبدا يذوب غير بوحديتو البنات هو بدا معنا الكراميل ديالنا بدا معنا تيدوب كما ديما البنات العافيه ديما كنقصوها يعني كتكون ناقصه تيدوب لينا مزيان عاد ديك الساعه غادي نبداو نحركو هاد الاثناء البنات ملي داب غادي نحيدوه من مور من فوق البوطه ان فوا غير كيدوب لينا غادي نحيدوه من فوق البوطه وغادي نزيدو ليها البنات غادي نزيدو ليه كاس ديال الماء يكون دافي
نرميو عليه الماء. البنات ملي كنحكمو الماء واخا كي يعني واخا كيتحجر لنا، غير ان فوا نتيا تكوني دايره الماء دافي ديجا عندك، ان فوا غير يدوب غير كيدوب سميتو هذا السكر سنيده، ان فوا صافي غير يدوب كتخوي عليه الماء مباشره، ولكن كتحيديها من فوق العافيه كديريها هنا يعني حد البوطه اللي حداك، كديرها من تحت من الكانو اللي ما شاعش، وكتزيدي عليه الماء دافي وعندك وجهك صافي، وكتحركي واخا يعني يخرجوا لك يعني قاصحي ماشي مشكل، بحال 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 هكا انا كيما خدمي هنا شي وحدين، ولكن عادي يعني حيت راه مع العافيه كيعاود يدوب، حتى السكر كيعاود عاوتاني يدوب ماشي مشكل. البنات انا ضفت هنا داني مسوس دانون طبيعي، ونزيد عليها معلقه ديال الزبده، دانون هنا كريمي تيكون لنا هاد الدانون، هاد المسوس هذا تيكون لنا يكون كريمي، دانون كريمي ما يكونش داك العاقب صافي. وتنخلطو البنات، نخلطو مزيان بحال هكا، نخلطو مع هاد معلقه صغيره ديال الزبده، ومنساوش الملحه باش تعادل لينا الذوق، ضروري من الملحه. بحال هكا كنبقاو يعني في التحراك ديال البنات صافي، بالماء يغلينا البنات يغلى مزيان بحال هكا، وتجانسو كاع العناصر البنات غادي ندوزو باش نكملو الحلوة ديالنا. ما غردناش ليها يعني عاقدة، اللي بغاها عاقدة يخليها يعني يزيد يخليها على حسب الكيكة ولا على حسب اللي فوق يزيد يخليها كتعقد. انا هادي هذا هو حدها صافي، غادي نحيدها وغادي نبدا باش نبدا نصايب معكم الحلوة ديالنا. البنات بعدين درنا الحلوة وهذاك اللي وجدت معكم، خصو يكون لنا واحد شويه سخون، ماشي سخون بزاف، المهم دافي باش تشربوا من الحلوه. الحلوه ما كنخدموا بها حتى كتبرد حيت فلسه كتفرتت، نبداو نلوحوا الحلوه ديالنا نسكروها نلوحوا نيشان في الكوك ديالنا، خاصة الحلوة تبرد البنات، ضروري ضروري تبرد الحلوة حيت راه هشيشة ودغيا كتفرتت، من تتبرد تشد راسها عندك الساعة نبداو نزوقو فيها. لي بغيت لكم الكراميل كنسخنو باش يشد لينا في الحلوة. بحال هكا نبداو نفندو في الحلوة ديالنا بحال هكا، راه هشيشة البنات كتجي رائعة كتدوب في الفم. نتمنى تجربوها تردو عليا بحال هكا، وملي خرجت ليا كمية يعني 90 حبة اللي خرجت ليا بحال هكا البنات، غادي نبقى مستمرة يعني حتى نسالي الحلوة ديالي كاملة ونرجع معكم. انا شديت هنايا الشكلاط دوبتو درتو في هاد الميتة هادي، غادي نقطع لها الروي صغير شي صغير بحال هكا، وغادي نجيب خطوطه بحال هكا في هاد الحليوه ديالنا بحال هكا البنات، غادي نجيبهم بحال هكا يعني غادي نمشي ماء خطوط مائله بحال هكا، ملي كتست فيهم هكا حداك كيجيو ساهلين بحال هكا كيجيو ساهلين، ويعني كديري
يعني خط واحد اللي ما وصلكش ديك الساعة كتعاودي كتعاودي كتصايبيه بحال هادي. بقات بوحدي حتى هنايا صافي، وكيجي بحال هكا على هاد الشكل البنات، يعني ساهلين وما تحتاجوش يعني بزاف ديال يعني شي حاجه اللي عشوائيه، كتجي زوينه البنات. هي كي تجي بحال هكا، انا غادي نحطها لكم في التوصيل ديال التقديم باش يبان لكم الشكل ديالها يعني اكثر. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، هاك كتجي كي تشوفوا على هذا الشكل، هذا كتجي رائعه، كتجي شيشه، كتجي بنينه بزاف وشيشه، تلبيوها الدراري الدراري الصغار الكبار والصغار، كتجي رائعه البنات. نتمنى لكم البنات يعني تجربوها، هي حوالين البنات هاكي تجي، كتجي رائعه بزاف. نتمنى البنات تجربوها وتردوا الخبر في الكومنتير. نتمنى يا ربي ارفعكم هذا الفيديو يعني بتمام الصحه والعافيه، وعواشركم مبروكه، وما تنساوش البنات اللي مازال ما تابوناش تابون عندي في لاشين وضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا اي جديد. وهاي حلوتنا كي تجي من الداخل البنات، كتجي غزاله هشيشه البنات كما كتشوفوها، يعني هشيشه رطبه بزاف، تجي رائعه. نتمنى البنات تجربوها وتردوا لي الخبر في الكومنتير. شكرا لكم بزاف، شكرا على التتبع ديالكم، حتى شي فيديو جديد والى اللقاء.